في الحوار الدكتور خالد منتصر. مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايه بتتفرج على دريم يا دكتور حتى في الاجازه؟ طبعا حياتي. اتفضل. انا معلش عايز اعلق تعليق بس بسيط كده، اتفضل. لان امبارح الحقيقه الشيخ الفاضل عبد الله رشدي اللي قاعد قدام حضرتك كرر نفس الكلام وقال ان المسيحيين كفره. والحقيقه مساله التلاعب اللغوي اللي حاول الشيخ الفاضل عبد الله رشدي انه يعمله امبارح ويقول لك اصل الكفار، اصل ده معناه لغويا اللغه العربيه هو انه يغطي، وان المسيحي كافر عندي وانا كافر عند المسيحي الى اخر هذا الكلام. كلام الحقيقه للاستهلاك المحلي، واصبح اسطوانه مشروخه نسمعها للتغطيه على النية الأساسية والاعتقاد الأساسي. المهم دلالة كلمة الكافر هي المهمة عندي. هو اللي بيسمع الشيخ عبد الله رشدي مش ماسك مختار الصحاح ولا قاموس المحيط. الحقيقة الشيخ عبد الله رشدي عارف إن كلمة الكافر لها دلالة تحقيرية، فأرجو من المناط به والذي اختاره شيخ الازهر او اي فرد في الازهر ان يمثل تجديد الخطاب الديني في برنامج حضرتك. على فكره لم ما حدش اختار لنا الشيخ. معلش انا مش عارف بقى. لا احنا اخترناه احنا يا دكتور، يعني ما كانش فيه. انا بعلق معلش، يعني انا مش عارف. طب انا عايز افهم بالمعنى اللغوي يا دكتور خالد. لا احنا قال الاوان ان احنا نبقى صرحه مع بعض، يعني كان في النهارده حاجه انا ما كنتش عايز اسرها. بس في كتب الفقه عن قتل الكافر والتعامل مع الكافر ازاي الى اخره حاجات. لا انا بس عايز اقول حاجه يا دكتور خالد، عايز اقول حاجه. حضرتك ممكن تقول لي ما الذي يعنيه كلمه الكافر، الكافر في اللغه؟ 99% من المصريين اللي يهمني هم فاهمين كلمه الكافر ازاي. فاهمينها ازاي؟ هو قاموس المحيط ولا مختار الصحاح انا ماسكه؟ لا لا، هم فاهمينها ازاي؟ هم فاهمينها ازاي؟ يا استاذه رشا، الشيخ عبد الله رشدي هو الذي قال ان البنت تتجوز 6 سنين. لا انا عايزه بس دكتور خالد في مناظرته مع اسلام بحيري. طيب هندخل في ده، بس انا بس بتكلم عن نقطه معينه هنا الان. ايوه. ما الذي يعني اذا انا ممكن اقول حاجه يا دكتور خالد؟ على عهدتي انا يعني. اتفضل. حضرتك تؤمن بالمسيحيه؟ لا ما احنا هنتلاعب بقى بحته. لا مش نتلاعب، المسيح يوم. اصل لو هي بالمنطق، لو احنا هنخليها لغه منطق، ما دام هم مش مؤمنين بالاسلام يبقى هم كافرين بالاسلام، وطالما احنا مش مؤمنين بالمسيحيه يبقى احنا كافرين بالمسيحيه. انا بصراحه يا دكتور خالد لازم ان الاوان ان احنا يعني انا في فيديو عايزه ازيعه والناس قلقانه من ان احنا نزيعه. ليه؟ ما ازاي يا فندم؟ ليه قلقانة منه؟ ليه؟ لا مش انا بكلم. حق المسيحي في ان يكون رئيسا للجمهوريه. ايه يا فندم؟ اؤمن بحق المسيحي في ان يكون رئيس. طبعا، لان هناك مبدا المواطنه، هو مواطن مصري زي ما قلت لك في الاول. مواطن مصري يا دكتور خالد، ملهاش علاقه هنا بالدين. يا رشا بس، يا استاذه رشا اسمعي، الكافر لا يولد. انت لما هتقولي لي كافر، احنا دوله قانون مش دوله بتعتمد على الفتاوى. بالظبط، احنا لازم نتعامل المواطنه. طيب ما هو ده اللي بيقوله الامام الاكبر شيخ الازهر. أنا بقى يعني مش فاهم يعني ما نكفرش الكلام ده باللي احنا ونكفر المسيحي. لا ثانية واحدة بس يا دكتور خالد، أرجو بس عشان حضرتك عارف أنا بحبك وبقدرك قد إيه. الحقيقة الدكتور خالد من أكثر الناس يعني الحقيقة اللي أنا بستمتع بالحديث معه. بس أنا خليني بس يا دكتور خالد، أنا عايز أفهم من أنا بتكلم هنا بشكل واضح وصريح جدا. شيخ الأزهر بيقول الأساس هو، أنا ماليش دعوة بالشيخ عبد الله دلوقتي، أنا ليا بالراجل اللي هو مرجعيتي شيخ الأزهر بيقول. أيوة. المواطنة، نعيش في وطن واحد على أساس المواطنة. حضرتك مسلم مسيحي دي بقى أطلع بيها عند ربنا، لكن احنا عايشين في الوطن ده. أيوة. لا ليا ان انا اتدخل اخليك مسلم ولا اتدخل اخليك مسيحي. تمام؟ جميل. اذا يبقى هذا موقف واضح. لو دخلنا في مسألة، ما هو حضرتك لو سألت بعض يعني اخواننا القصاصة هيقول لك ان المسلم كافر. التوقيت اللي نقول فيه الكلام ده يعني يطلع لنا امبارح. وانا ممكن ارد، انا ساكت عشان انت بتتكلمي فانا ساكت. الناس دمها في الكنيسه، يطلع الشيخ عبد الله رشدي يتكلم عن الكفر وعن الصليب وعن المسيحيين مش مؤمنين بمحمد، ده كلام يتقال دلوقتي؟
اصل حاجه مساله التوقيت منه ليجدد الخطاب الديني. ما هقول الكلام ده. عايزين نسال على تجديد الخطاب الديني. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور خالد، ما الذي تراه المفتاح او المفاتيح يعني ايه تجديد خطاب ديني؟ ممكن حضرتك تضعنا في الصوره وفقا لمفهوم حضرتك؟ تجديد الخطاب الديني. الوطن اولا، دي نمره واحد. جميل. القانون اولا. تمام. مفيش حد ما يدخلش النساء في اصل العيني او طب عين شمس اعتمادا على انه كافر. لا يرى اجساد النساء السيدات. هو ده الكلام ده اللي مخلي الناس معتمده على كده. يقول لك اصل مفيش رئيس جمهوريه عشان المسيحي كافر لا يولى في عقيده اسمها. مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ كتير بيقولوا كده. عقيده الولاء والبراء دي معروفه. لا انا بسال. الولاء والبراء وسأل. انا بسال يا دكتور خالد، انا بسال من الذي يقول هذا الكلام وما هي قوته ليتم الاعتداء؟ يعني حضرتك يا دكتور خالد لما تيجي تشوف حاجه بتسمع احمد الامام احمد الطيب ولا بتسمع اياس البرهامي؟ طيب انا هقول لك بقى الكلمه القاطعه المانعه عشان نقولها بس كده ونبقى يعني ايه ما ندورش في حلقه مفرغه. الشيخ او الدكتور محمد عماره هو وزير اعلام الازهر، اي كان رئيس تحرير مجله الازهر، وما اتشالش الا ما اتبح صوتي بعد 10 مقالات وهوجم هجوما شديدا، وكان شيخ الازهر متمسكا به حتى النهايه. انت عارفه دكتور محمد عماره اللي عضو هيئه كبار العلماء نزل ملحق مع مجلة الأزهر بيقول فيها إيه؟ المسيحية يانة فاشلة، واجيب لك المجلة. هذا هو الدكتور محمد عمارة. طيب الدكتور محمد عمارة ده اللي حضرتك ناضلت من أجل خروجي من هيئة كبارها، موجود ولا مش موجود الآن؟ موجود. هو إحنا بعد لا بعد الكلام موجود في هيئة كبارها. الدكتور محمد موجود عايش ما لا لا أنا بتكلم موجود في هيئة كبار علماء ولا لا؟ ما زال الآن مدللا في مؤسسة الأزهر. لا يعني ايه مدللا يا دكتور خالد؟ مدللا مقربا جدا. يعني لا يعني انا ليها في حاجة، لما يكون صاحب الإمام الأكبر ولا صاحب ناس جوه دي مسألة شخصية. أنت عارفة الشال من رئاسة تحرير الأزهر إمتى؟ ده من سنة وشوية. أقول لك عايز أقول لك حاجة بس يا أستاذة رشا، أن الشيخ عبد الله رشدي أنا نزل على صفحتي النهاردة الحقيقة صورة بيفخر بيها ومتصور مع الشيخ مع حازم أبو إسماعيل. وأتمنى يعني إنه يفسر لنا هل رأيه في زواج بنت الست سنوات هو رأي تعلمه من أستاذه حازم أبو إسماعيل أم تعلمه من الأزهر؟ طيب ناخد إجابة على هذا السؤال. ممكن طيب ممكن بقى لا أجاوب بس لا أقاطع. طب بس ممكن لا معلش أنا طرح أكتر من سؤال. طب اتفضل. فالعدل يقتضي يعني عفوا العدل يقتضي أن أنا أرد. أنتهي من آخر حاجة. الزواج في الإسلام له سن محدد، الضابط بتاعه في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. يعني إيه؟ يعني الأمر الذي لا يسبب للمرأة حسب قول الطب ضرر لا نفسي ولا جسدي ده ممكن نعمله سن زواج. ده بيختلف من مجتمع لمجتمع، من سن لسن، من عصر لعصر، من عادات إلى عادات. كان زمان عندنا في العصور الوسطى كان الزواج بيتم في سن 12 و13 سنة. يمكن احنا عندنا هدى شعراوي اتجوزت وهي عندها 13 سنة، ان اللي الناس ما تعرفوش لما نقرأ مذكراتها نلاقي الكلام ده. ليه؟ 13 سنة دلوقتي طفلة ما ينفعش حد يتجوزها. ليه؟ العصر بيتغير. كويس. فلما اجي انا اقول دلوقتي يعني انت ترى ان طفلة دلوقتي ما تتجوزش ست سنين. لو سمحتي خلص كلامي. اتفضل. ما فيش عاقل في الدنيا يا فندم يقول في طفلة تتجوز عندها 6 سنين، ده كذب. ولا انا قلت الكلام ده ولا نطقت بيه ولا تفوهت بيه. واللي بيقوله الأستاذ خالد ده كلام فارغ أنا ما قلتهوش. أنا كلامي محدد تاني، الضابط للزواج هو في الشرع لا ضرر ولا ضرار. السن اللي المجتمع يشوفها أن السن دي مناسبة للزواج تبقى هي السن دي، بناء على إيه؟ بناء على حاجتين، على عدم وقوع ضرر جسدي أو على عدم وقوع ضرر نفسي. أنا واخدة إجابة من حضرتك هقولها دلوقتي أنه لا يجوز أن تزوج الفتاة وهي صغيرة في السن. كلام منتهي. طب أنا بقى حتة تانية بقى معلش. أنا المهم التاني بالنسبة لي. اتفضلي. ما هي حكاية أن حضرتك كفرت الإخوة الأقباط؟ ما أنا جاي في الكلام. أنا جاي في الكلام. التكفير ده يا فندم معناها الاول ان الدكتور خالد او الاستاذ خالد بيقول كلام غريب جدا. انا ما اعرفش ايه مختار الصحاح ده. قبل ما نتكلم نفهم
بلاش نتكلم كلام غلط، اسمه مختار الصحاح مش الصحاح. لا 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 لا، ما انا بجي اتكلم في اللغه العربيه وبكلم واحد ازهري وواحد فاهم متخصص، اتكلم في التخصص عدل. ما الفش سؤالي يا دكتور شيخ، مفيش يا فندم حاجه اسمها الكفر اسمه احتقار، ده دجل، ده كذب. الكفر لا يعني الاحتقار، الكفر في اللغه العربيه يعني الانكار. ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هل ربنا بيحتقرنا؟ طب هو الدكتور خالد بيسال سؤال وجيه. طب يا فندم انت بتعطيني كل شويه، ونحن نرى دماء اريحت بهذه الصوره الوحشيه يليق ان نفتح مثل هذا الماء. انا جاي والله العظيم جاي انا لا انسى على فكره. اتفضل. فربنا قال سبحانه وتعالى في القران ولقد كرمنا بني ادم، كرمهم ايه بقى؟ كلهم، مسلمهم ومسيحيهم وهنديهم وكل حاجه. فلما اجي انا اقول ان كلمه كافر تعني احتقار، انا اكذب القران، لان ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، معنى كده ان ربنا خلقني محقر، وده جهل. هو اللي يقول كده يبقى جهل. الثقافه العامه برضه لا يا فندم، انا بقى اصحح الثقافه العامه والذهنيه، انا ماليش دعوه بالثقافه العامه. انا شغلتي اصحح الثقافه العامه، مش هطلع اركب الناس غلط على غلط. فدي القضيه المهمه جدا. موضوع بقى الدماء والكلام ده كله، ما فيش عاقل في الدنيا يستطيع ان يقول ابدا ان عندي في الاسلام، وده دجل ثالث، انا ما عنديش في الاسلام ارتباط بين الكفر وبين القتل، ده دجل، ده ضحك على الناس. دي ناس بتعمل كده عايزه تفهمهم ان دين الاسلام بيقول لك انت كافر اذا تقتل. خلي بالك بعد 20 سنه لما عبد الله رشدي بقى يموت ويروح في اي حته والاجيال تتغير، ما ده اللي داعش بتقوله بتقول، ما انا لا يا فلا غلط، لا 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 مش كده احنا المفروض بنواجههم يا فندم، مش كده، سيبونا نوضح الفكره، الله يسترك، دي عقيده. مش كده يا فندم، المراد انا عندي عندي القران فيه نصوص لا حصر لها يا رشا هانم، الكافرين والكفار و و و. فلما انا ازرع في عقول الناس من دلوقتي ان كافر يعني يقتل، يبقى انا هاجي قدام الناس هتكفر بالقران. لكن القران ما قاليش كافر يعني يقتل، القران قال لي كافر يعني حريه عقيده، يعني قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيعمل ايه؟ فليكفر. ايوه، ما قاليش اقتله بقى، انما اللي يقتل مين؟ قال لي وقاتلوا في سبيل الله الذين، الذين مين؟ يقاتلونكم. وراح قايل بعديها على طول ولا تعتدوا. يبقى القران وجه القتال في القران لحاجتين بشرطين، اول حاجه الذين يقاتلونكم، تاني حاجه ولا تعتدوا. فلما يجي اي انسان في الدنيا يقول لي ان نصوص القران الكريم اللي فيها كلمه كافر مرتبطه بالقتل، اقول له عذرا عذرا انت جاهل، ما انتش فاهم، مش ذنبي. اوضح حته كمان للناس تعرفها، البشريه خمس اصناف يا فندم في الاسلام، خمس ايه؟ أصناف. مسلم، ذمي، معاهد او معاهد، مستأمن، حربي. اربع اقسام من دول. المسلم حرم الله سبحانه وتعالى دمه، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، يبقى دمه حرام، خلصنا منه. فاضل تاني الذمي اللي هو المواطن دلوقتي اللي قال عليه الامام الاكبر. يعني ايه ذمي؟ يعني له ذمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى ذميا فقد اذاني. ليه ذمي؟ يوم الله يفتح عليك. ليه؟ لان له ذمة الله. يعني له ذمة الله، يعني له حمايته من الله. حاضر، اخر حاجه بسرعه. المعاهد اللي بينه وبينه عهد، لا استطيع ان انا اقرب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الصنف الرابع المستأمن، إنسان بينه وبينه حرب دائرة، وراح وزير الدفاع بتاع البلد دي طلب يدخل عندي مصر لأي حاجة، أخذ تأشيرة على الباسبورت، دخل باسم مستأمن مع أنه بيحاربني. كوي. هل يجوز أن أقتله؟ لا، الشرع بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الصنف الأخير الحربي، ده الذي يتوجه القتل له في القرآن. يبقى لما أطلع أقول للناس القرآن بيقول ونصوص التكفير في القرآن لقتل كل من كفر بالإسلام، أنا دجال. أنا بكذب على الناس. أنا أدلس على الناس. طيب. الدين ما قالش كده. واضحة يا دكتور خالد، أعتقد أن ما قاله الشيخ عبد الله الآن حضرتك لا تختلف عليه، كده احنا متفقين. لا طبعا أنا مختلف مع الشيخ عبد الله رشدي، لأن الحقيقة تلميذ حازم أبو إسماعيل الحقيقه اللي وصفني بالدجل ووصفني بالجهل. لا هو على فكره لم يا دكتور خالد، شكرا جزيلا على كده. لا 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 يا دكتور خالد، لم يصف حضرتك، هو بيقول اذا فهم حد يا دكتور خالد، بس انا لا اسمح ان حضرتك حد يصفك ولا يصف اي حد هو عندي في البرنامج بشيء. ممكن حضرتك بس يا دكتور خالد اتغاضى عنك، اتغاضى عنك. لا مش لا لا يا دكتور خالد، لا لو حضرتك تغاضيت انا لا اتغاضى. لا 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 انا مسامحه، لان هو الحقيقه يعني قال الكلام ده، قال الكلام ده عند مناظرته مع اسلام بخيري
وقال البنت 6 سنين وتسعة وكل الكلام، والكلام طبعا اللي بيقوله يا رشا هانم. انا ما غلطتش في حد، انا كطبيب انا لم اتطرق للاستاذ طيب. خالد ولا جبت هو بيقول انا اتطرق لحضرتك. انا بتكلم عن الاقوال يا فندم، خلينا محددين الله يبارك فيك. طيب معلش نقعد نلف في الكلام. طيب خلاص اوكي انا خلاص خرجت. ثم نسال سؤال، ايه صوره ابو اسماعيل دي صحيح؟ ما انا قلت الف مره وضحت للناس. لا اسمع دكتور خالد معلش، يعني معلش بلا عايز اوضحها والله عشان الصوره دي يعني يا شيخ عبد الله رشدي. يا خالد اسمعني، طب حضرتك احنا سمعناك من معلش لا الصوره بس لسه بيقول تلميذ ابو اسماعيل. يا فندم ده كذب، ده كذب. ايه ابو اسماعيل ده حاكس بصور جامد ولا لا؟ استني يا سته ما اخلص كلامي، انا بتكلم معاها هي. ما احنا الوقت بس استني لو سمحت ما اخلص كلامي، انت بتهجمي عليا، انا بتكلم الاستاذه. طيب استني يا ستي خلينا نشوف. يا فندم هو اي حد في الدنيا متصور مع حد يبقى اخواني؟ السيسي متصور مع مرسي يبقى اخواني؟ ما نوسع مخنا شويه في ايه؟ طيب والله طيب متصور صوره الحقيقه كان ناقص تحضن حد من الصحابه. يا ما يا اتفضلي يا بقى خالي. اي كلام في اي كلام هنقوله وخلاص. وري الصوره للمشاهدين يا رجل. هنطلعها يا موجود على صفحه، بس انا بسال سؤال يا دكتور خالد. صوره على صفحتي انا الشخصيه، مش ده موضوعنا. انا اللي حاططها هو في ايه؟ احنا موضوعنا الخطاب الديني والحقيقه ان احنا مش داخلين في تصفيه حسابات مع بعض. الحقيقه ان احنا عايزين ناخد المجتمع نحو الوضع الافضل. يا استاذ رشا انا القانون اولا، ما فيش حاجه اسمها يعني الكلام اللي قاله عن البنت ولا في البنت. القانون المصري بيقول ايه؟ بيقول 18 سنه هو ده اللي اتكلم فيه، مش يقعد يقول لي يا ضرر ولا ضرار. طب واحنا قلنا غير كده بالله عليك؟ طب ما هو متفق مع حضرتك. انا مش فاهم هو الدكتور خالد او الاستاذ خالد داخل يعني اذا وخلاص. كانت قد نقلت عنه، خليني بس، اذا كانت قد نقلت عنه هذا الراي فهو يقول على الهواء دلوقتي يا استاذه مي يا استاذه فريده انه لا يقتنع بهذا الراي وانه لم يحكم. انا ممكن اقول كده بقى. ابقى معانا يا دكتور. ابن تيميه لما يقول الكافر قتل الكافر 500 مره في كتابه. طب يا فندم ما هو يا طب والله العظيم ابن تيميه ما قال ان الكافر يقتل لمجرد كفر. ارجو بس يا دكتور والكلام ده ما حصلش. طيب نبقى ثانيه.